للمزيد من الحوار والتعليق ينضم معنا الخبير القانوني علي التميمي، مرحبا بك معنا. أشرتم إلى أنه في حال عدم منح الثقة لحكومة علاوي يوم غد، فأنه الرئيس صالح هو اللي سيتولى منصب رئاسة الحكومة. طيب يعني ماذا لو أجلت جلسة التصويت إلى يوم آخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك سترانيا وسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. طبعا بالتأكيد نصوص الدستور العراقي في المادة 76 والمادة 81 كانت صريحة وواضحة في التحديد وفي التكييف وفي إيجاد الحلول. نحن نعرف جميعا أن موضوعة الكتلة الأكبر كما قالت المحكمة الاتحادية في تفسيرينها 2010-2014 هي ذهبت مع الجلسة الأولى وذهبت مع عبد المهدي. اليوم الخيارين، المرشح الثاني والثالث، يعني الفقرة رابعا والفقرة خامسا والفقرة ثالثا أيضا المادة 76 تتيح لرئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر، مرشح بديل في حالة الإخفاق. هنا إذا أخفق السيد محمد علاوي ولم يعني لم يصوت له البرلمان، لأن هو أكمل كابينته الوزارية، قدم منهاج الوزاري، حتى لو تجاوزت المدة 30 يوم هو لا علاقة له بذلك، لأن هو قدم كل أموره خلال 30 يوم. لكن لنفرض أنه البرلمان لم يصوت سواء على الكابينة الوزارية أو على المنهاج الوزاري، هنا نذهب إلى الفقرة خامسا التي قالت يكلف رئيس الجمهورية مرشح آخر وخلال مدة 15 يوم، يعني رئيس الجمهورية عنده 15 يوم يكلف مرشح جديد، لا يمكن أن يكون من كتلة أكبر أو أصغر. هو هنا رئيس الجمهورية حر في الاختيار، غير مقيد، غير ملزم في الاختيار، لأنه النص جاء مطلقا، والقاعدة القانونية تقول المطلق يسري على إطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده. فإذا هنا طبعا هذه لا علاقة لها بعبد المهدي ستنا، لأنه عبد المهدي ماذا قال في تصريحه الأخير؟ قال أنا سأترك المنصب إذا لم يتم حسم مسألة رئاسة الوزراء إلى 2/3 2 آذار. فإذا جاء موعد 2 آذار وانسحب السيد عبد المهدي وترك تصريف الأعمال، هنا وفق المادة 81 فقرة أولا وثانيا ستؤول الأمور، يعني يقوم رئيس الجمهورية مقام عبد المهدي في إدارة البلد، وهنا النص في المادة 81 جاء مطلق مفتوح، لم يحدد لنا المدة التي يقوم بها، وأيضا صلاحياته جاءت مطلقة، وقال النص بأنه يكلف خلال 15 يوم مرشحا لرئاسة الوزراء. طيب، هذه هي الخريطة الدستورية التي رسمها الدستور العفوسي. طيب يعني في حال أنه السيد برهم صالح تسلم مهام رئاسة الوزراء، هل توجد هناك مثلا مدة معينة لكي مثلا يعطي مهلة أخرى لرئيس وزراء قادم؟ أو ربما يعني أود أن أسأل أنه قانونيا هل يستطيع أنه رئيس الجمهورية أن يبقى في المنصب دون هناك عليه أي مثلا خوارق قانونية أو خرق دستوري؟ هذا هو مهم جدا، ما هي الصلاحيات التي تمنح لرئيس الجمهورية عندما يحل محل رئيس مجلس الوزراء بخلو المنصب؟ ونعلم جميعا وفق الفقه الدستوري أنه الاستقالة هي خلو للمنصب، هي تنازل عن الحق، هي ترك المنصب. فهنا رئيس الجمهورية سيجمع منصبين، سيجمع منصب رئاسة مجلس الوزراء وسيجمع منصب رئيس الجمهورية. طبعا المادة 64 من الدستور، وهذه نقطة مهمة جدا، المادة 64 من الدستور تقول يحل البرلمان، مهم ستنا، يحل البرلمان بطريقتين، أما بطلب من ثلث أعضاء المجلس البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة واحد، والثانية بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. طيب ما هنا عندنا رئيس الجمهورية جمع المنصبين، هل يحق له أن يحل البرلمان؟ برأيي يحق له أن يحل البرلمان، لأنه جمع الصلاحيتين، جمع رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. فبالنتيجة هنا يستطيع رئيس الجمهورية بضربة معلم إن صح التعبير أن
ينهي الجدل القائم، أن يحقق مطالب الشعب، مطالب المتظاهرين، ينهي الإشكاليات في البلد بحل البرلمان ويدعو يعني الانتخابات. تصبح الكرة الآن كلها في يد السيد برهم صالح. طيب ماذا عن الكابينة الوزارية؟ هل ستبقى؟ طبعا تقصدين كابينة عبد المهدي. كابينة عبد المهدي هو مفهوم تصريف الأعمال ستنة، هي حكومة طارئة مؤقتة لا يحق لها أن تبرم الاتفاقيات التعيين التوظيف. يقول الدستور هي تمشية المرافق العامة في البلد، يعني حتى ما تتوقف مصالح الناس. هؤلاء الوزراء عندما يذهب عبد المهدي يذهبون معه. طبعا على فكرة هم اخترقوا الدستور، كان المفروض أن يتولى رئيس الجمهورية هذا الأمر من يعني قبل شهر، يعني فقط مدة الاستقالة تصريف أعمالها هي 30 يوم فقط، لا يحق لعبد المهدي أن يبقى شهرا آخر. من الذي خرق الدستور هنا؟ عبد المهدي ومن معه، لأنه كان المفروض أنه خلال مدة الشهر الأولى هو يترك المنصب ونكون في حالة الخلو الواردة بالمادة 81 وتنتقل الصلاحيات لرئيس الجمهورية، لكنه بقى. اليوم عندما أحس بأنه الأمور بدأت يعني متطلبات قانونية، اتفاقات، تعيين، توظيف كثيرة في البلد، أحس بالحرج فبدأ يترك المنصب. أنا برأيي كل القرارات اللي اتخذها عادل عبد المهدي ومن معه خلال فترة هذه الشهر خارج تصريف الأعمال هي قابلة للطعن، لكن أين يطعن بها؟ ليس أمام البرلمان ستنة، لأن البرلمان لم يعد له رقابة على هذه الحكومة، إنما أمام القضاء الإداري يطعن في القرارات، مثلا التعيين، التوظيف، ما يحق لهم لأن هذا تصريف أعمال. طيب أود أن أسأل أيضا، يعني أنت قلت أنه بإمكان في حال أنه برهم صالح تسلم بإمكان السيد برهم صالح أن يحل البرلمان. طيب يعني أنا يعني نقطة من النقاط أنه أشرت إليها أنه في حال أنه السيد محمد توفيق علاوي لم يحصل على الثقة هنا، كيف سيكون موقف البرلمان؟ هل يعني دستوريا هل المفروض أنه البرلمان يحل نفسه؟ هو شوفي سيدنا، احنا يجب ان نفرق بين حالتين. يعني محمد علاوي الان يعني انجز ما الزمه الدستور به، يعني هو سلم الكابينه الوزاريه وسلم المنهاج الوزاري. اين الكره؟ الكره في ملعب البرلمان. يعني هو لا يمكن ان نقول اخفق. متى يخفق محمد علاوي؟ عندما يصوت البرلمان له بالسلب، يعني اما يرفض الكابينه أو يرفض المنهاج الوزاري. هذا من ناحية، لكن أتحدث عن عبد المهدي، عن الحكومة، يعني هذا الخيط الفاصل ما بين الاثنين. متى ينهض دور رئيس الجمهورية ستنا؟ متى ينهض؟ عندما يترك عبد المهدي المنصب، عندما يخلو المنصب. طبعا هنا حتى يحق لي رئيس الجمهورية برهم صالح أن يلجأ إلى المحكمة الاتحادية لاستفتائها لمعرفة رأيها، لأنه عادل عبد المهدي كان تجاوز مدة تصريف الأعمال الشهرية، فيحق لرئيس الجمهورية أن يذهب للمحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بهذا الخرق الدستوري، وأتحدث وفق النقد الدستوري. أما لو ستنا أخفق محمد علاوي عن طريق الرفض من البرلمان هنا، وبقى عبد المهدي ورفض محمد على هنا رئيس الجمهورية وفق الفقرة 5 من المادة 76 يحق له أن يكلف مرشح آخر ليس بالضرورة من الأحزاب، من المتظاهرين، من المستقلين، من التكنوقراط، هو حر غير مقيد غير ملزم، فيحق له الاختيار. وهنا أيضا نحتاج مدة شهر حتى المكلف الجديد يقوم بتشكيل الكابينة الوزارية. الخبير القانوني علي التميمي، شكرا لكم معنا. We'll be right back.